الرغبة طاقة مقدسة مستحيل كبتها. المبدأ ده خلى الناس تجيله من كل مكان في العالم، وده يخليه يبني مدينته الفاضلة. ده غير انه كان هيسيطر على ولاية امريكية كاملة، وكمان صاحب اول هجوم بيولوجي في تاريخ امريكا. باجون راجنيش مؤسس مدينة الجنس الفاضلة. ولو عايز تعرف قصته ركز معايا واسمع مني، وانزل اعمل لايك للحلقة. هنروح لسنة 1981 لبلد أمريكية صغيرة اسمها أنتيلوب، قرية هادية ومعزولة، البلد اللي صعب الوصول لمكانها، لكنها موجودة في ولاية أوريغون الأمريكية. سكانها بتاع 50 نفر وكلهم من العواجيز وكبار السن، الناس اللي عايزة تعيش باقي حياتها في هدوء وسكينة. مفيش أي بني آدم بيعدي على البلد دي، ومكتب البريد هو الطريقة الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي. فجأة أهل البلد يلاحظوا حاجة غريبة، في ناس كتير بتعدي عليها وكلهم لابسين لبس أحمر مايل للون البرتقاني، ورايحين لمنطقة جنبهم اسمها بيج مودي أو بيج مادي. صحراء كبيرة وتضاريسها صعبة ومساحتها 258 كيلومتر. طبعا الفضول والقلق يشتغلوا عند أهل القرية، فيسألوا الناس اللي بتعدي عليهم انتوا مين وجايين هنا تعملوا ايه. الناس اللي تبع جماعة دينية، جماعة مؤسسها فيلسوف هندي اسمه باجون راجنيش. راجنيش اللي اشترى منطقة بيج مادي من الحكومة الأمريكية علشان يبني عليها مدينة ليه ولجماعته. الحوار ده عمل قلق لأهل القرية، خصوصا انهم عرفوا ان في 50,000 بني ادم هيجوا يعيشوا في المدينة الجديدة. ونروح لبطل القصة باجون راجنيش او اوشو. فيلسوف هندي اتولد سنة 1931، اتعرف عنه التفوق الرياضي واتشهر بقوة الحجة. دخل قسم الفلسفة في الجامعة وكان متفوق جدا في القسم بتاعه، ويتخرج سنة 1957 ويتعين استاذ في الجامعة. راجنيش بدأ يعلن عن افكاره في محاضراته، انتقد المجتمع وكفر بكل الاديان. راجنيش كان فصيح بطريقة رهيبة، وده أثر على طلابه اللي اتعلقوا بيه وبقوا أول أنصاره، وبدأت دايرة أتباعه تكبر أكتر وأكتر. أوشو بدأ يفتح الطريق لملذاته وتبنى طريقة جديدة لفهم الحياة. هنبعد عن الماضي الديني بكل أفكاره ونبتكر جانب روحاني متكامل مع المادية، وده معناه إطلاق كل الرغبات الجنسية وما نخليش ليها أي مقاومة. فكرة أوشو كانت الرغبة طاقة إلهية. أوشو قال إن الشرق منحرف بسبب اهتماماته بالروحانية لوحدها، علشان كده الشرق بقى فقير وبعيد عن العلم وإنجازاته، والغرب اختار المادية علشان كده عندهم فراغ ملوش قيمة، ومن غير الروحانية بينتهي الكيان الإنساني. علشان كده الإنسان الغربي والإنسان الشرقي نص غير مكتمل، وأوشو كان هدفه بناء الإنسان المكتمل. أوشو كان بيقول أنا مش فيه حاجة مميزة، أنا مش ابن الإله، لكني كنت نايم وصحيت دلوقتي وهحاول أصحي كل الناس الموجودة. الإنسان الصاحي مش هندوسي ولا مسلم ولا مسيحي، الإنسان الصاحي صاحب روحه. أوشو يتشهر ويجيله الناس من كل مكان، وعشان كده يسيب وظيفته الجامعية ويبني لنفسه مركز في مدينة بونا الهندية، مساحة خضراء زي حديقة كبيرة علشان يمارس فيها أتباعه التأمل الحركي، حاجة هو ابتدعها بتعتمد على الحركة الشديدة، وكمان الصراخ علشان تفريغ الطاقة المتخزنة في الجسم، وبعد كده الاستسلام للنوم. أعداد كتير اتبعته والناس اتهوست بيه، اعتبروه إله يقول لهم يعملوا إيه، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى عما يصفون. طبعا هو كان واعي باللي بيعمله، طلب من أتباعه إن هم يتبرعوا له علشان يجمع منهم ملايين الدولارات، وده أمر لفت نظر الحكومة الهندية، واللي حست إن أمر أوشو خطير جدا ولازم يقفوا في وشه. أوشو جاب السكرتيرة والمساعدة بتاعته، واللي كان اسمها مناندا شيلا، جابها علشان يشوفوا هيعملوا ايه بعد كده. الخطوة اللي هتكون بناء مدينة فاضلة ليه ولأتباعه، وكانت الفكرة ان المدينة دي مش هتنفع غير في امريكا. شيلا تسافر لأمريكا علشان تدور على مكان للمدينة، وفعلا تلاقي مزرعة بيج مادي، الارض الواسعة في ولاية اوريجون الامريكية، ارض واسعة تنفع مدينة احلام أوشو وأتباعه. شيلا تساعد أوشو على الهروب من الهند لأمريكا. أتباع أوشو في الوقت ده كانوا 10,000 بني آدم، المعظم من الشرائح المتعلمة وكتير من اوروبا وامريكا، وكان في قانون امريكي بس مش هيقف عقبه في وش اوشو. عشان تبني مدينه في ولايه اوريجون لازم يبقى معاك 150 مواطن امريكي، وده كان امر سهل بالنسبه لاوشو، وكان سهل انه يلاقي بين اتباعه مهندس يخطط للمدينه. وبداوا فعلا يشتغلوا على مشروع اوشو، بنوا بيوت ومجمعات تامل ومكتب بريد ومطار، ده غير بيت خيالي للزعيم الروحي، وكمان استصلحوا الاراضي الصحراويه وزرعوها، الاراضي اللي زرعوها باحدث الطرق والمعدات الموجوده علشان يحولوا الصحراء لجنه خضراء وتنتعش الحياه البريه في المنطقه مره تانية. اوشو اللي معاه اكتفوا ذاتيا من كل حاجه، اتباع اوشو كانوا بيمارسوا كل الطقوس الغريبه، مثلا زي حفلات الجنس الجماعي، كل ده وكل يوم الناس بتيجي على المدينه. الكلام ده ضايق اهل قريه انتلوب، ورفعوا دعوه قضائيه على مدينه اوشو، طلبوا منعه من البناء على الاراضي علشان هي في الاساس اراضي زراعيه. الرد كان سريع من اوشو اللي معاه، الفلوس بتعمل اي حاجه في امريكا، واتباع اوشو كان معاهم فلوس كتيره، على طول يشتروا بيوت اهالي القريه، وكمان يشتروا المطعم الوحيد اللي فيها ويطلعوا
اهل القريه منها وغيروا اسم القريه من انتيلوب ويسموها على اسم الزعيم بتاعهم راجنش. اوشو يكمل بنى في مدينته ويبني محطه كهرباء بالطاقه الشمسيه وكمان مول تجاري ومطاعم وسينما. شيلا قالت ان ده كان اعجاز نستحق عليه جائزه نوبل. اهالي المناطق المجاوره ما كانش عاجبهم الكلام ده وفي مره يفجروا فندق في المدينه، فيقرر اوشو انه يعمل مركز شرطه بتاعه لوحده ويدرب جماعته على حمل السلاح. طبعا ان مواطن يبقى شايل سلاح ده امر عادي في امريكا. التطور ده عمل قلق في الولايه كلها. هنا المجلس الاداري للمقاطعه ياخد قرار يقلب الدنيا، منع بناء مدن جديده في مقاطعه واسكو. القرار ده كان بتاريخ قديم قبل بناء مدينه اوشو، القرار اللي كان صادم لاتباع الجماعه وكان لازم يتصرفوا بسرعه قبل المدينه ما تتشال، والحل انهم يسيطروا على مجلس المقاطعه، بس ده ما كانش هيجي الا بالانتخابات واللي كان ميعادها قريب. بس اعداد جماعه اوشو كانت قليله، لكن افراد الجماعه جالهم فكره يلموا كل المشردين من شوارع امريكا ويدوهم بيوت في المدينه وتكفل تام بامور المعيشه، وكل ده مقابل اصواتهم في انتخابات المقاطعه. لكن المجلس الاداري في المقاطعه قفل في وشهم السكه. المجلس طلع قرار بمنع تصويت المشردين ورفض انه يقبلهم مواطنين في المقاطعه. شيلا لقت نفسها بتخسر المدينه فعملت اول هجوم بيولوجي في تاريخ امريكا، وانا بتكلم هنا في تاريخ امريكا الحديثه، لان وقت الهنود الحمر كان فيه هجوم بيولوجي بس وقتها امريكا كانت مستعمره انجليزيه. المهم ان شيلا تنشر بكتيريا السالمونيلا في مطاعم المقاطعه علشان تنشر وباء يخلي الناس تقعد في بيوتها، وده يخلي الناس تخاف وما يخليش حد يروح انتخابات المقاطعه، وفعلا ينتشر الوباء وتكتر حالات التسمم ويتسمم اكتر من 700 شخص في المقاطعه لكن ما فيش حد يموت منهم. الهجوم البيولوجي ده عمل حاله رعب عند الناس، وده جه بنتيجه عكسيه على اوشو وجماعته. نسبه المشاركات في انتخابات المقاطعه كانت تاريخيه، نسبه الناخبين وصلت ل 93%. كل ده وجماعه اوشو نفسها مولعه من جوه وفيها انقسامات داخليه. اوشو كان عايش ملك طيارات وعربيات وستات وهيصه، وكان لازم يهدي الدنيا شويه علشان جماعته بتكبر. طبعا في نسوان وسكر وعربده، يبقى لازم يبقى في نجوم من السينما الامريكيه واللي اتمنوا يعيشوا مع اوشو في مدينته، وكمان يغرقوه بالتبرعات الماليه، وده يخلي اوشو يبني لهم قصور في مدينته، وده كان بخلاف البيوت التعبانه اللي كان بنيها لجماعته، وبكده يضرب فكره المساواه اللي كان بيدعو ليها، وده يخلي اتباعه تبعد من حواليه واحده واحده. شيلا خافت ان الضيوف الجداد يخلي اوشو ينتحر، فقررت انها تغتال واحد منهم بالسم، لكن المحاوله فشلت وشيلا تاخد نفسها وتخلع من المدينه. وهنا اوشو حس خلاص ان حلمه انتهى وهيتقبض عليه، فياخد طيارته ويحاول انه يطلع على جزيره برمودا، الجزيره اللي ما كانتش مرتبطه مع امريكا باتفاقيه تسليم مجرمين، وعليه تنتهي مدينه اوشو الفاضله. اوشو يتقبض عليه ويتحاكم، ورغم كده ما كانش عليه غير قضيه واحده، قضيه دخوله امريكا بطريقه غير شرعيه، وامريكا تبعته لبلده مره ثانيه. وفي الهند اوشو يلاقي اتباعه مستنيينه ويعيش فيها 5 سنين بعد كده ويموت سنه 1990. اما شيلا يتقبض عليها وتتحبس بتهمه الهجوم البيولوجي وكمان محاوله القتل الفاشله، ويتحاكم عليها بالسجن لمده 20 سنه، لكنها تخرج بعد 39 شهر وتسافر سويسرا. ولحد هنا قصه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عوض، واستنوني الحلقه الجايه. سلام.